لم يتخليا عن حلمهما بمواصلة تدريب كرة القدم رغم الظروف العصيبة التي مرا بها في بلدهما سوريا. هما التوأم السوري أيمن ومعتز كوجوك، اللذان قررا أن يشقا طريقهما بعالم التدريب في مصر لاستكمال مسيرتهما نحو تحقيق حلمهما. بدأ التوأم عشقهما لكرة القدم منذ الصغر، ليفضل أيمن مركز المدافع بينما يتجه معتز إلى مركز حراسة المرمى، ليتلازما ويتزاملا في الملعب كما في المنزل مع قرب الخطوط بين المركزين وبما يتطلبه من تنسيق وتفاهم بين المدافع والحارس قبل أن يتجه التوأم إلى عالم التدريب. التوأم السوري بدأ العمل في مجال التدريب في سوريا قبل أكثر من 20 عاما بتنظيم الدورات التدريبية لكل الفئات العمرية، حتى حصلا على شهادة الاعتماد من الاتحاد السوري لكرة القدم والاتحاد الأسيوي. أيمن ومعتز كوجوك دربا عدة أندية في الدرجة الثالثة والثانية في سوريا إلى جانب فرق لمنتخبات المدارس، حيث يتولى أيمن التدريب ويساعد معتز كمدرب مساعد ومدرب لحراس المرمى. وعند القدوم إلى مصر قررا إنشاء أكاديمية لكرة القدم منذ 4 سنوات وتضم لاعبين مميزين من كافة الجنسيات. ويستعد الأخوان كوجوك لتنظيم بطولة جديدة لأكاديميات الجاليات العربية العاملة في مصر، وذلك تحت إشراف الاتحاد العربي للأكاديميات، كما يستعدان إلى إطلاق بطولة جديدة للأكاديميات السورية العاملة في مصر من أجل انتقاء منتخب الجالية السورية للمشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا زي ما شفنا وتابعنا مع حضراتكم من خلال هذا التقرير، منورنا في الاستوديو توأم سوري رياضي عاشقان لكرة القدم بالمعنى الحرفي للكلمة. طبعا بسبب الظروف اللي بتحصل في سوريا قرروا هم ييجوا مصر وينورونا ويشرفونا ويكملوا هنا مسيرتهم التدريبية. اللطيف الأمر إن أسمائهم الأستاذ أيمن والأستاذ معتز كوجك. صباح الفل عليكم، منورين الدنيا، منورين مصر، منورين البرنامج. مصر منوره باهلها وشعبها الطيب. الله يخليك، الله يخليك. اللطيف الامر ان لقب العيله عندي كوجوك، فبرضو اول ما عرفت ان حضراتكم هتكونوا موجودين قلت الله ده احنا عندنا فرع كمان في سوريا ولا ايه. فالعمليه حوار عائلي جدا، انا سعيد ومتشرف. واحنا سعداء برضو كتير. الله يخليك في مصر في بلدنا الاول. طبعا لا انت عارف مصر وسوريا من قديم الازل في محبة متبادلة على كل الأصعدة من زمان جدا، وسوريا دولة عظيمة وشعبها شعب عظيم، واحنا بالحقيقة بنتمنى بقى ان يعني تيجي علينا اللحظة اللي نتوقف فيها عن ان احنا نسمع الأخبار الحزينة اللي بقالنا سنين للأسف نسمعها في سوريا. فكل الخير لشعب سوريا الجميل، منورنا. ده نورك، نور مصر، شعب مصر الطيب كله. الله يخليك. واحنا اللي سعداء جدا بوجودنا معاكم في مصر. الله يخليك، الله يخليك. برضه عشان ما نبقاش متلخبطين، حضرتك استاذ ايمن، كابتن ايمن مظبوط، وكابتن معتز. طيب نبتدي بقى مع كابتن معتز. وطبعا احنا عارفين ان يعني في منطق كبير نتج عنه انه بقى في مصر مجموعه كبيره من اخواتنا وحبايبنا واهلنا السوريين، واللي دايما الحقيقه بيتميزوا بالحس التجاري العالي والقدره على العمل ايا كانت الظروف والملابسات. فدي برضو حاجه نقطه تستحق الاشاده والتحيه للشعب السوري. حضراتكم لما جيتوا مصر قررتوا ان انتوا تنشئوا فيها اكاديميه لتعليم كره القدم، هل خلفيتكم انتوا شخصيا اخترتوا ان ده يكون المشروع؟ ما فكرتوش ان يبقى فيه مثلا بزنس في سياق مختلف حبتين؟ والله هو احنا حسب الظروف اللي محاطه بينا. احنا زي ما تكلمت حضرتك في التقرير، احنا مدربين، وهنا قررنا اول ما جينا مصر هنا قررنا انه نعمل تجمع رياضي، اكاديميه رياضيه، نشتغل في مهنتنا. يعني احنا مهنتنا مدربين كره قدم، فقررنا ننشئ هذه الاكاديميه للتدريب. طبعا مش بس السوريين، كل الجنسيات، احنا عندنا من كل الجنسيات، ما نفرقش بين سوري ومصري وسوداني، كله احنا واحد، كلنا واحد. بالمناسبة هي في اي منطقة الاكاديمية؟ في 6 اكتوبر الحي الرابع. تمام، اوكي. وبعدين فعندكم كل الجنسيات موجودة ومن اعمار مختلفة؟ من اعمار مختلفة، بس في الكبار اقل الاخوة المصريين في السن الكبير. اوكي. اما من الصغيرين وحتى 2006 2005 في عندنا مصريين وعندنا سوريين وعندنا
عراقيين. جميل. ولكن مع البدايه والايام الاولى كان في بقى حمله مثلا تسويق للمكان، عملتوا حمله دعايه عشان تعرفوا الناس؟ طبعا طبعا استاذ. طبعا احنا جينا وحبينا ننشئ الاكاديميه دي لانه عايزين نشتغل في مجالنا، مجال التدريب. ما نطلعش بره اي مجال تاني. طبعا احنا ممكن الظروف ما سمحتناش انه نشتغل زي ما قلت انت في البزنس، عشان ممكن الظروف الاحوال الماديه صعبه شويه. فاحنا ابتدينا نشتغل في نشق الطريق من بدايته يعني في مهنتنا احنا. ما نطلعش عن مهنتنا، ما نغيرش المهنه بتاعتنا. جميل. المهنه بتاعتنا دي احنا كره القدم معشقه من احنا صغيرين. وزي ما قلت في التقرير يعني احنا تابعنا علم التدريب ودرسنا وخدنا حصلنا على شهادات واعتمادنا في الاتحاد السوري درجه اولى والاتحاد الاسيوي. فاحنا جينا هنا عايزين نعمل حاجه للسوريين ولغير السوريين. حلو. ننشئ جيل رياضي صحيح. حلو. نكتشف المواهب اللي موجوده هنا. الخطوات بقى اللي خدتوها عشان توصلوا للمرحله دي كانت عباره عن ايه؟ الخطوات احنا بس عملنا اعلانات بروشورات وعملنا على الفيس اعلان برضو انه احنا مثلا كابتن ايمن كمنهز يعلن عن افتتاح اكاديميه كره قدم لتعليم وتاسيس كره قدم للفئات العمريه بشكل عام. اوكي. وللجاليه السوريه خاصه يعني بعد الظروف اللي كانت في سوريا، وكنا عايزين يعني نهيئ مجموعه تنسى اللي حصل واللي الحاجات دي اللي طبعا. وعايزين نعمل جيل يعني رياضي صحيح عشان نبعدهم عن اي حاجات ثانيه. ده هدفنا الاول يعني. فابتدينا في البدايه احنا بعدد قليل يعني، وشوي شوي الحمد لله بقينا يعني خدنا شهره وبقينا الناس تعرفنا. حتى وكان في تنسيق مسبق مثلا مع الاتحاد المصري لكره القدم، هل لازم يبقى في مثلا ترخيص معين تحصلوا عليه في البدايه؟ الدكتور محمود سعد ربنا يبارك له ويجزيه خير، راجل كابتن محترم ودكتور، رحنا له واستقبلنا واهلا وسهلا بكم، والراجل يعني رحب بينا قوي وخد اوراقنا وحطوهم عنده. وقال انتم مدربين معتمدين ما حدش يقدر يتكلم عليك، قال انتم نظاميين. تمام. قلنا احنا عايزين نعمل، هو قال لنا انه لازم تعملوا ترخيص للاكاديميه. فقلنا له احنا ايه المطلوب مننا؟ فقلنا احنا متبحث حسب الموضوع، ف جت كورونا وقف الموضوع ما قدرناش نكمل الموضوع. فنحن رحنا له الحمد لله واستقبلنا ورحب بينا احسن ترحيب، وربنا يجزيه الخير الدكتور محمود سعد. جميل. طب والمواهب بقى اللي موجوده عندكم في الاكاديميه سواء من حبايبنا واهلنا السوريين او من مصريين او من جنسيات ثانيه، هل في مثلا متابعه مثلا من انديه كرويه كبيره بتبص بصه كده على اللعيبه اللي عندكم لاكتشاف موهبه ما ممكن يضموها لفريقهم في وقت من الاوقات؟ كنا زمان بنسميهم كشافين، كان في ناس بيشتغلوا كشافين، كان في كشافين برضه في سوريا. نعم نعم مش كده؟ المبدا ده بيتعمل في الاكاديميه؟ احنا في سوريا انا خرجت كتير لعيبه لعبوا في المنتخب السوري. اوكي. دخلتهم نادي انديه كبيره في الجيش والشرطه ووصلوا للمنتخب، ولحد دلوقتي في منهم بيلعب في المنتخب من لاعيبتي. من اللعيبه بتاعتي. معلش انا مضطر اطلع للحظات كده بره السياق اللي بنتكلم فيه، بس عشان كلمه سوريا اتكررت كذا مره، ما تطمنونا على الاحوال في سوريا اليومين دول، الاخبار ايه واهلنا عاملين ايه؟ يعني ان شاء الله كله خير. مفيش اي تحسن ملموس للاوضاع باي شكل من الاشكال؟ والله للاسف الوضع المعيشي صعب. هو حضراتكم من فين في سوريا بالمناسبه؟ احنا من ريف دمشق. في الشام. يعني الشام نبعد عن دمشق حوالي 15 او 47 كيلومتر. اكيد في حد مصري ما زار الشام قبل كده وقال لكم لما الواحد بيمشي في شوارع الشام كانه ماشي في شوارع مصر في الستينات والسبعينات. ده احساس انتابني لما رحت هناك. مصري وجونا معانا متجوزين ناس قريبين يعني. ستات قريبين وعندهم اولاد. أوكي. وكانوا بيشتغلوا معانا في سوريا، واحنا وكانوا بيلعبوا معانا برضه، بيلعبوا معانا في سوريا. جميل. يعني احنا اهل مفيش فرق بين مصر وسوريا. ده من زمان مش حاجه جديده. اخبار السوريين الموجودين في مصر ايه؟ وهل في نسبه كبيره منهم اولادهم مثلا مشتركين عندكم في الاكاديميه؟ يعني الرياضه للسوريين في مصر احوالها ماشيه ازاي؟ والله الرياضه يعني تقدر قائمة على الأكاديميات يعني زي الأكاديمية بتاعتنا. ويعني احنا بنتمنى من وزارة الشباب والرياضة أو اتحاد كرة القدم المصري إنه يعطونا أهمية أكثر من كده عشان يبصوا على الخامات والمواهب السورية حتى والمصرية بشكل عام. وإن شاء الله يعني بلكي بيقدر يعني نوصل اللعيبة دول إلى أندية كبيرة هنا أو أندية حتى يعني مش شرط كبيرة أو
يعني المهم ان نوصل اللاعبين، اللاعيبه دول اللي عندهم مواهب وحب للعبه وموهوبين. ما ده برضو يرجعني تاني كابتن معتزل نفس السؤال اللي سالته لك من شويه، اخبار المواهب اللي موجوده عندكم ايه؟ هل في حاجات مواهب مثلا ملفته للنظر، مهارات استثنائيه؟ عندنا والله عندنا لعيبه مميزين جدا، حتى مصريين وسوريين وممكن غير جنسيات يعني، بس عندنا لعيبه مميزين جدا ومهارين يعني. في انا في عندي ممكن لو انت شفتهم يعني وشهد اكثر مدربين من اكثر المدربين المصريين شهدوا في اللاعبين دول انه دول لعيبه مستواهم عالي. جميل. طب بتنظموا بطولات مثلا ما بين الاكاديميه واكاديميات اخرى او نوادي؟ بنلعب ماتشات وديه وبننظم دوري. انا دلوقتي محضر لبطوله الجاليه السوريه، منتخب الجاليه السوريه للمشاركه في الاستحقاقات العربيه، الجاليات العربيه اللي موجوده في مصر. جميل، حلو ده. وانا عضو في لجنه الاتحاد العربي، لجنه التنظيم الاتحاد العربي للاكاديميات. جميل. وممكن ننظم في فتره قريبه يعني جدا بطوله برضه للاكاديميات العربيه، الجاليات العربيه الموجوده في مصر، حتى هتشارك معانا مصر. طبعا مصر ليها الحصه الاكبر في المشاركه. جميل. عشان احنا قاعدين عندهم، هم عندهم اكاديميات كبيره، فانا نفسي عليهم المجال انه يشاركوا بعدد اكبر، مش اكاديميه ولا اثنين. بشكل عام بتحلموا بايه؟ يعني مخططين للمستقبل ازاي فيما يتعلق بالاكاديميه دي؟ هل شايفين صوره معينه وبتحلموا ان الحلم ده اللي انتم شايفينه في الصوره دي يتحقق وبالتالي بتشتغلوا عليه؟ نحن نامل من رب العالمين طبعا اول حاجه. هو نعمه بالله طبعا. ونامل احنا زي ما قلت لك احنا الاكاديميه دي او التدريب الجاليه السوريه هو حلم لينا انه احنا نطلع بيهم لمستوى عالي. واللاعبين دول يبقوا في انديه كبيره. ها، ومش احنا مش عايزين منهم حاجه والله. احنا عايزين بس انه يدعوا لنا دعوه صالحه بس. جميل. احنا عايزينهم بس هم يوصلوا اللعيبه دي عشان ما يتظلموش زي ما احنا اتظلمنا ممكن في زمان. اتظلمتوا ازاي زمان يا كابتن معتز؟ اتظلمنا يعني فكره كده يعني برضه نعرف منها. اتظلمنا يعني في الانديه ممكن يكون في يعني احنا لعبنا في براعم او ناشئين نادي الشرطه اول ما في سوريا. في سوريا طبعا في نادي الشرطه في سوريا. فالمحسوبيات والحاجات دي يعني انت عارفها موجوده في كل مكان. فهو ده الظلم يعني. انت كان عندك حلم انك انت تبقى لاعب وتروح وانت يعني بتلعب وفجاه بتلاقي حالك برا السرب. فنحن صممنا انا والكابتن انه نبقى على المسيره حتى لو اتظلمنا. فالحمد لله ربنا وفقنا. بس انتوا بشكل او باخر ما تخليتوش عن الحلم برضه. لا لا جدا. لا لا. ممكن يبقى الحلم ده بيتحقق نتاج عملكم وجهدكم ما هو اللي بقول لك من خلال المواهب اللي احنا بنتكلم عليها اللي موجوده عندكم في الاكاديميه. يعني ما هو ده نجاح ينسب ليكم في نهايه المطاف. نعم. احنا استاذ بنتمنى انه اللاعبين دول يوصلوا ويقولوا انه مثلا دول من خريجين من تحت مثلا ايد الكابتن ايمن والكابتن معتز. طبعا لنا الفخر يعني ونحن بنتمنى لهم التوفيق يعني. واحنا مش عايزين قلت لك مش عايزين منهم حاجه، بس انه يوصلوا يلعبوا في انديه. انا عندي في لعيبه من فتره يعني جو بعض الانديه خدوهم ولعبوا معاهم، واحد الانديه في منهم نادي الزمالك خد لاعب من عندي هو بيكون ابن اخويا بس ده لعيب ميسي يعني ميسي العرب. الله. وبعد شهرين كده تمرين معاهم قالوا ما فيش تأييد انت للسوري يمشي. ازاي الكلام ده؟ يعني بعد فحص اختبار للاعب طبعا انا اللي جبته ونزلته على النادي طبعا، وحتى ما سمحوليش ادخل داخل النادي. قال بس اللاعب اللي هو اللي عنده اختبار هو اللي بيدخل لوحده. قال ممنوع تدخل حد من عائلته او قلت له الكلام ده اليومين دول لا من فتره يعني بشكل من حوالي سنه تقريبا برضه خلي بالك كانت في عز الفتره بتاعت كورونا برضه اللي احنا لسه ما انتهيناش منها اكيد قبل كورونا احنا بنتمنى من الجهات المعنيه في مصر وزاره الشباب او الاتحاد كره القدم المصري يقدموا لنا دعم حتى لو ملاعب بس عشان ايه نمشي بمسيره نتابع مسيرتنا ونطلع لعيبه كويسين ان شاء الله على مستوى مصر او مستوى سوريا او مستوى اي دوله عربيه او حتى على مستوى العالم يعني. ايه المشكله يعني طبعا. بس احنا بنتوجه اليهم بالرجاء انه لو يساعدونا يدونا ملعب بس تابع لوزاره الشباب والرياضه يدونا مثلا يومين او ثلاثه في الاسبوع عشان نقدر
نكمل مسيرتنا ونحقق للاطفال دي امنياتهم ان شاء الله. ان شاء الله المسيره تكتمل وتكتمل على كل خير وتحققوا كل اللي بتحلموا بيه. انتوا نورتونا وشرفتونا ومش بس في 10 الصبح في الاهلي، مش بس في البرنامج ولا في القناه، انتوا منورين مصر كلها. الله يخليك. سعداء ومشرفين مصر. احنا السعداء بوجودنا معاكم وفي بلدنا الاول مصر. ربنا يخليك. ونحن بنشكر الشعب المصري الطيب ده اللي احتضننا واستضافنا معاه عنده، والف شكر لكم. واعتبرونا اهلهم، ما حدش قال انه ده سوري وده مصري. على فكره ده مش اعتبار مجازي، دي حقيقه، انتوا اهلنا فعلا وسعداء ومتشرفين بوجودكم. وانتوا اهلنا واحنا اهل كلنا مع بعض، ما فيش فرق بين مصري وسوري واي جنسيه عربيه، كلنا احنا واحد. أكيد. إن شاء الله. أنا بشكركم جزيل الشكر على وجودكم معانا في حلقتنا النهارده، شرفتوني ونورتوني. شكرا. 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 شكرا.